بيناتنا كلنا عارفين واضح لنا واعيين على انه القانون هو ضد المراه، رح نحكي بلبنان لانه اكيد في قوانين كمان خارج لبنان ضد المراه، ولكن نحن بهمنا الوضع عنا حاليا. القانون بلبنان ضد المراه كليا، الاسباب مختلفه، تقاليد، عوايد، اديان، تشريع، كثير فتاوى في كثير من المواضيع، وطبعا في قوانين بتكرس سلطة الرجل ما رح يقدر يتخلى عنها بسهولة. ولكن اليوم بحلقتنا عم نجرب نطرح الصوت لنقول انه الرجل الرجل هو يلي بيعرف قيمة المرأة بالمجتمع، وهيدا اللي عم تقدر توصله منظمة كفا هالسنة مع رجال رجال، وبيعرفوا انه مسؤوليتهم حماية المجتمع مثل ما هي مسؤولية المرأة، فلازم تكون المرأة مرتاحة وتكون وصلها كل حقوقها لتقدر تكون هالشريكة المثالية بالمجتمع. برنامجنا نحن إذن لليوم مركز على هالموضوع، واليوم من منظمة كفا معنا مايا عمار، أهلا وسهلا فيكي، منسقة إعلامية بمنظمة كفا، وهالحملة اللي هي حملة الشارة البيضاء اللي حاطينها كلنا اليوم، طبعا حملة عم بتكون مميزة وعم تلاقي صدى كتير كبير، أوقات عم تلاقي يمكن مش بس إعجاب، عم تلاقي أوقات ذهول، يعني أنه عن شو عم يحكوا هالرجال، وكل هالرجال ما زالوا متفقين على نفس الموضوع على نفس القضية، ليش بعده القانون عم يتعرقل؟ هيدا موضوعنا اليوم الأساسي، بس الحلو أنه اليوم كمان معنا شهادة باستوديو رح نحكي عنها بالتفصيل. خبرينا شوي عن الوضع حالياً. هلا مثل ما قلت، الحملة حملة الشارة البيضاء هي منظمة كفا عم تعملها للسنة الرابعة على التوالي، ومنشكر كثير الممثل بديع ابو شقره لانه هو كشاب توجه للشباب، فمشان هيك كانت الخطاب اوضح وكانت الرساله اقوى، لانه من شاب لشاب عم بيتوجه بديع وعم بيقول للرجال تحديدا، لانه حمله الشاره البيضاء هي حمله بتتوجه وبتشدد على انخراط الرجال، عم نقول لهم انه ما بقى تتلبكوا تفتشوا وين رجوليتكم وبطولاتكم والى اخره، خلينا نفتش على انسانيتنا اللي هو هذا الشيء الاهم، لانه للاسف لطالما ارتبطت الرجولة بلبنان وبالعالم بصفات العنف، بصفات التسلط، التفوق، انه اخذ القرار والقيادة والى اخره، وايضا التحرش بالنساء على انه اشكال هي للذكورة. نحن عم نقول انه الذكورة فيه يكون لها اشكال جدا مختلفة، والفرد فيه يكون يحس انه اي شاب بيكون ذاته بلا ما يتأثر بالضغوطات الاجتماعية بمحل ليثبت انه هو رجال، فخلينا نتخلص من هالاشكال السلبية للذكورة ونبحث عن ما هو إنساني أكثر، ما بيساهم بتكريس العنف ضد النساء، لأن هالأشكال الذكورة إذا بدك بتقدس العنف بمحل بلا ما نحس، فتلقائيا هي عم بتكرس وجود التمييز والعنف ضد النساء. وأيضا كمان لأنه الرجل والمرأة، يعني ما هو أنثوي وما هو مرتبط بالذكورة، جدا متحرك وبيتغير، وكل انسان بيكتشفه هذا شيء حميمي خاصه فيك وفينا، يعني ما لازم يكون منزل ومسقط من المجتمع. يعني بعد خبرتكم هالتقاليد يلي عم تخلي الرجل يكون عنده صفات معينه مضطر انه يكون عم يمشي فيها، والا ما بيكون يعتبر رجل او ما بيكون يعتبر ذكر مثالي، عم تكون عم تحدله من حريته، وما عم تقدر اوقات تخليه هو يكون هو، يكون الانسان اللي هو بده يكونه. صح، يفتش هو حقيقه عن نفسه عن انسانيته، لانه المعايير الانسانيه منا حكر على ولا اي جنس، يعني المراه فيها تكون شهمه والرجال فيه يكون عاطفة، والعكس كمان صحيح، يعني منه هالشي اللي مرتبط بجنس واحد. وأيضا للأسف أنه مزبوط هالأشكال للذكورة بحس حاله الرجل مقيد فيها، بس بنفس الوقت هي اللي عطيته الامتيازات وعطيته السلطة اللي هي عم بتخلي النظام الذكوري يضله مستمر، واللي بيتجلى بمنظومتنا القانونية الثقافية، وأيضا شهادات النساء واللي عم بيصير معهم بشكل يومي، يعني ما بالضرورة العنف المباشر الأسري أو الجسدي، العنف بالعمل، العنف على الطرقات نحن وعم نمشي، العنف القوانين ضدنا، فكل هالتربية وهالثقافة اللي عم نرسخها هي اللي عم بتخلي هالآفة تستمر. اليوم عمليا كفى على الأرض كيف عم تقدر تشتغل، وهل صار في تجاوب من قبل النساء أول شيء وصاروا عم يرفعوا الصوت عالي، وهل في تجاوب من قبل المعنيين بالأمن إذا فينا نقول، لأن هذا بالنسبة بالنهاية أمن؟ صح،
يعني أمن النساء جزء لا يتجزأ من أمن المجتمع أساسا، ومن حقنا يعني نحس بالأمان، مش نضلنا خايفين نظهر بالليل بركي حدا نعملنا شيء، أو نرجع على البيت بركي زوجنا أو أهلنا عنفونا. يعني لازم نحس بهالحماية، وهي مسؤولية الدولة طبعا. ولكن بما خص النساء بعد القضية صعبة بسبب عدم الحماية القانونية، بس منحس من خلال على قليل الأرقام اللي عنا إياها بكفى أنه النساء اللي عم بيقرروا أنه بدهم يحطوا نهاية لهذا الموضوع، هذا الرقم عم بيرتفع سنة عن سنة. يعني معناتها الوعي عم بيرتفع وعم بيتجرأوا أكتر وأكتر. من الناحية القانونية في تطور، بس تطور بطيء. والأمنية عم بيصير في تعاون مع قوى الأمن، يعني كمان هن حبوا يحطوا الشارات البيض كرمال يقولوا إنه نحن ملتزمين بحماية تأمين الحماية للنساء. فعم بيصير في دمج إضافة لموضوع العنف ضد المرأة بالبطاقة التعليمية الخاصة بعناصر قوى الأمن، فرح يصيروا يتلقوا تدريب عن هالموضوع، كيف يتعاطوا مع شكاوى النساء بجدية، كيف عن جد حقيقة يأمنوا للحماية، ومش بس نضل الخبرية انه سوري هاي قضية عائلية نحن ما فينا ندخل. عند كل افراد المجتمع فيها التفكير، ان كان عند قوى الامن او عند باي شركة او باي، ما هو قوى الامن جزء من هالمجتمع، جزء من المجتمع. رح يعني شو اللي رح يخلي يساندكم لكم لتقدروا تأدوا هالمهمة وتنشروا هالوعي عند قوى الامن؟ كمان انتم بدكم مساندة. يعني هلا اللي عم بيساندنا هو يعني عمليا النية الموجودة عند الافرقاء كلهم، وطبعا الخطة اللي نحن حاطينها يعني ككفة كمديرية عامة لقوى الأمن، إنه حقيقة يكون هالنية جدية لنباشر. رح انتقل عند المدام موجودة معنا اليوم بالستوديو، ما رح تكشف عن وجهها ولا عن اسمها، ولكن كانت كريمة كفاية إنه تكون معنا موجودة لايف بستوديو الام تي في وتعطينا شهادتها. أهلا وسهلا فيك يا مدام، وشكرا لوجودك معنا. في أعرف كيف بدأ العنف بالبيت عندك، والعنف هو عنف زوجي؟ مظبوط. كانوا بعدهم أولاد صغار، كان عندي بس بيبي واحد، وكنت نازلة على الدرج وصار في هيك سوء تفاهم، فما نزلت الدرج على إجري، نزلت بدفش وفتحت الجارة الباب، دق على الجارة، ما كان مستحب اللي عم يعمله، وشفتني انه انا عم يعني عم بكلها خبيط، يمكن بالإجرين وبالإيدين قدامه. هاي كان أول مرة. رح نتابع هالموضوع نحن وياك، رح أشعل عندك مايا تشوف قدي أهمية أنه المرأة تكون مستعدة تحكي بالموضوع، مستعدة ما تحمل حالة الذنب كله. وهل هي إرادة أنه ما تحمل حالة الذنب وتعتبر حالة هي بتستاهل هالمعاملة، أو تربية، أو ما بعرف عامل نفسي، أو شو؟ بعتبر انه الطريقه اللي بنتربى فيها كبنات انه لازم نحن عائلتنا واولادنا اول شيء، بتخلينا، واللي هو منه شيء غلط، بس بتخلينا بمحل كثير نقبل كثير انتهاكات عم بتصير بحقنا، بالوقت اللي مفروض انه ما نقبل هالانتهاكات وما نبتز باولادنا وبعائلتنا لنضل ساكتين. مفروض انه نشيل الاسباب اللي بتخلينا نكون عرضه للعنف، وايضا يعني تتامن لنا الحمايه لنتشجع نحكي. طالما بنحس انه في مؤامره مجتمعيه وقانونيه ضدنا، بنبطل عن انه قادرين، انه شو بدنا نعمل؟ يعني انه لا قادرين نحمي اولادنا ولا قادرين نحمي حالنا، فمنضل ساكتين. هون المراه ساكته لانه ما في شيء حماية، والرجل كمان مستقوي لانه عارف انه ما في شيء حماية، عارف انه ماكسيموم شو فيكي تعملي، يعني انه روحي ارفعي دعاوي وتشرشحي وشوفي اصلا انه معظم القوانين هي لصالحي. وكمان كثير من النساء لانه بحسوا انه بمحل هن بموقع خضوع وطاعة، مثل ما يعني طريقة التربية اللي بعدها موجودة، بحسوا انه بركي انا استفزيته، بركي انا عملت شيء غلط، واللي بغض النظر انه هو فيه يستفزه وهي فيها تستفزه، بس ما في شيء بيبرر العنف. يعني هذا اللي لازم انه حقيقة المرأة توصل لقناعة انه هي ما بتستحق هذا العنف، ولا يصير هذا الشيء لازم تمر بتمكين نفسي يعد لها ثقتها بنفسها لحقيقة عن جد تقتنع انه ما ذنب، لو شو ما صار ما حدا بيستحق اي نوع من العنف. نعم، رح ناخذ وقفة صغيرة ونرجع نتابع الموضوع.
بي ام تي في الايف اليوم موضوعنا العنف الاسري، ومعنا باستوديو ممثله عن منظمه كفا، بس كمان معنا باستوديو شهاده حيه رح تخبرنا عن تجربتها. رح ارجع انتقل لعندك مدام لتخبريني اهم شيء، ليش اليوم اخترتي انه يعني يكون عندك شهاده وتخبرينا عن تجربتك، بس ما بدك انه وجهك يبين، مع انه قطعتي اشواط من وقت اللي كان هالعنف الجسدي اللي عم يمارس ضدك داخل العائلة عم يحسسك بالذنب، وعم تشوفي انه انت الغلط، واليوم عم تشوفي انه لا تغيرت كثير اشياء لو انك بعدك عايشة بالبيت الزوجي. ليه ما بدك يبين وجهك؟ لانه المعنف الثاني مع الرجل هو المجتمع. نعم. هو المعنف الاكبر، المجتمع ما بيرحم، وفي عندي اولاد كبار فاكيد ما راح يرحمه. لو بالنسبه لإلي، لو رجع لإلي انا بشيل، هلا ما بقبل اصلا تحطوا لي او تغطوا لي وجهي. نعم. كنت عم بسالك قبل شوي كيف بلش العنف وايمتى، لحتى اعرف بالنسبه لإلك يعني اول مره كان في عنف جسدي ما كنت قادره تتركي هالعلاقه، او ما كنت قادره، او ما كنت مقتنعه انه لازم تتركي هالعلاقه؟ ما كنت بعرف شو لازم اعمل، ما كنت واعيه شو لازم اعمل. نحن بنربى من نحن وصغار انه الرجل هو الصح، انه المراه لازم تسمع الكلمه، انه لازم تسكت، انه ما لازم تخبر. ما كنت اعرف، ما كنت واعيه، واكثر من هيك انه كنت حس حالي انه لو ما انا غلطت ما تعنفت هيك، يعني انا عامله شيء، انا عم بغلط، مع انه ما بكون عامله شيء، بس صرت مقتنعه انه انا الغلط. حتى لو كنت عامله شيء ما حدا له حق يمدد عليك، بس على كل الاحوال هيدي كمان رح احكي معك بهالموضوع مايا، لان بكون هالقد في اقتناع انه في ذنب وبيستاهل عليه الضرب. يعني هون عم نحكي عن عنف جسدي، ولكن اذا حكينا على العنف المعنوي والعنف النفسي واللي اكيد رح يكون عنده ترتبات على اولادك. نحن وصلنا لوقت العنف اللفظي والعنف المعنوي مثله مثل العنف الجسدي، يعني نحن الاولاد اذا بدي طعميهم بدي اطلب اذن لاخذ مصاري لاشتري يمكن ربطه الخبز. انا في عندي ولدين ماتوا لانه ما كان يخليني اخذهم عند الحكيم اللي لازم يروحوا لعنده. اوكي. يعني عنف هيدا على المجتمع، مش بس عنف على عليك ولا على اولادك ولا على عائلتك، هيدا عنف على المجتمع، على ثقافه مجتمعيه كامله. مايا، شو اللي بيوصل للرجل انه يتصرف بهالطريقه؟ هلا يعني كل الرجال بالمجتمع اذا قرروا يعنفوا قادرين. يعني صرنا اذا بدك كان بالقوه الجسديه او بالقانون يلي لجنبهم دائما او بافكار المجتمعيه بالضبط، يعني صفيت نوعا ما رهينه اخلاق الرجل والشاب. هلا اكيد في كثير في تطور تربيه عم بتغير، ولكن الثقافه المجتمعيه الذكوريه هي اللي عم بتخلي انه الشاب ينوضع بموقع يكون عنده امتياز، يعني انه في مش بالضروره يعني الشباب منيح البنات مش منيح، ابدا مش هيدا الموضوع، ولكن العقليه الذكوريه هي عم تنقل ببيوتنا من خلال امياتنا او بياتنا، يعني فيها تكون بالنساء او الرجال، ولكن هي عم تعطي السلطه والامتيازات بشكل عام للرجل، فبيحس انه بحق له يعمل هيدا الشيء. وايضا هيدي الحمله اجت لتركز على مبدا الرجوله انه يطلع منها بقى، يعني انه ما بقى يحس حاله اسير هيدا الموضوع، لحتى لي عن جد ان يصير الاهم هو الانسانيه، والاهم هو يكون شريك لمكافحه العنف ضد المراه، لانه مثل ما قلت العنف ضد المراه هو عم بيصير عنف ضد المجتمع كله، يعني ما فينا نجزئه عن امن المجتمع، عن سلامه المجتمع. فمشان هيك المساواه موضوع بيعنينا كلنا، يعني حتى الرجل لازم يكون عم بيطالب بهالشيء. يعني هون الهدف انه يكون تصحيح لا معنى كلمه رجوله، وهون تحيه لبديع ابو شقره، لانه يعني عم يخلي الرجل يشوف حاله بالمرايه. هلا هالشيء يمكن شوي شوي ليقدر يفهموه كل الناس، يمكن باول فتره يكرهوه لبديع، يعني وهو مستعد، يعني مهما كان الثمن هالقد يعني في ايمان بهالقضيه، ولكن الرجال رح يقدروا يعني يشوفوا حالهم بالمرايه، لانه وقت ما بيبقوا واعيين شو عم يعملوا. رح ارجع لعندك مدام لشوف ايمتى اقتنعتي انه لا انت مش مذنبه، شو اللي خليكي تعملي الخطوه الاولى نحو حريتك النفسيه على القليله؟ وصلنا لمطرح فللنا من البيت انا والولاد، صرنا برا على الطريق، نمنا بالسياره، وبعد نهار
حكيني على التليفون او بعت لي مساج انه اذا ما بترد الاولاد رح اشتكيهم بالدرك. معك 24 ساعه. طبعا الاولاد تحت السن وما عندهم راي بالموضوع. اكيد عندهم راي لو كانوا تحت السن بوقتها، بس لكن قانونا مظبوط ما بيحميهم، قانونا ما عندهم راي. فكان القرار انه لازم اعمل شيء بسرعه، ما عرفت شو بدي اعمل، ما في حدا حدي. فالتجأت لكفة كنت شايفة بروشور وطلبت الرقم من الناس ودقيت لهم. رحت لعندهم اكيد عكس هلا، رحت كثير منهارة، رحت ما بحكي بكلام، بحكي بدموعي. قلت لي وجهك ازرق. صح مزبوط. وبلشنا سوا. اضطريت ارجع على البيت كرمال الاولاد لانه بدي اشطنيهم بالدرك، ما بدي احطهم بهالموقف. وبلشنا المشوار سوا، يعني علاج نفسي، نشاطات مع كفا. مع كفا اكيد، مع كفا. كفا بالنسبه لي مش بس منظمه، كفا اهلي هم كانوا حدي. مايا، علاج نفسي يعني كل النساء المعنفات بيجوا هن بحاجه لعلاج نفسي. نحن بنعتقد انه العلاج النفسي لازم يكون للرجل المعنف. صح، في عياده للرجال اللي حابين يتخلصوا من سلوكهم العنيف بجمعية كفا، ولكن مركز الاستماع والإرشاد هو يعني بدل، مش إنه بمعنى إنه النساء عندهن هن مشكلة نفسية، لا، بس مش مرض نفسي. إيه، هيدا نوع من دعم ومتابعة نفسية، لجزء من التمكين، جزء من إعادة بناء الثقة بالنفس، إعادة بناء حياتك. يعني هالضرر يلي عبر سنين يعني تراكم، يعني نحن كلنا بحاجة لمتابعة نفسية طبعاً. فكيف إذا كنا بهالقد وضع هش يعني. رح ناخد وقفة مع عناوين ونرجع نتابع. نرجع على بيناتنا، موضوعنا إذن العنف الأسري. معنا بالاستوديو شهادة حية، ومعنا كمان منسقة إعلامية بمنظمة كفا مايا. عم نشوف مع مدام موجودة معنا أنه في طريق طويلة بين ما السيدة تقتنع أنه هي مش مزمنة به، بس بعدين بين ما كنا عم نقول أنه ترجع يعني تعيد ثقتها بنفسها، وهالشي بده علاجات كبيرة. رح أرجع أنتقل لعندها بس لحتى اللي يشوف يعني المفارقة اليوم، أنه بعد ما صار فيها العلاج وبعد ما مرقت سنين وبعد ما رجعت فتحت شغل لها وإلى آخره، بعد عايشة بالبيت الزوجي. ليش مدام بعدك عايشة معه؟ أول شيء ما بدي، بعد في عندي أولاد تحت السن والقانون منه معي، فما بدي عايشهم. يعني مع أنه هلأ كمان عم بيعيشوا، يعني هلأ عم ينظلموا كمان هن بالعنف يلي عم بيصير. بس هني عم يتعنفوا جسديا؟ هلأ هني عم يتعنفوا هلأ معنويا أكثر. معنويا أكثر، لأنه من وقت ما عرف بوجود كفا بحياتي وانه في محامي وقادر يوقف حدي، صار في شويه خوف، صار في شويه تراجع. مع انه وقتها بيعصب بينساهم، بس احسن بكثير من قبل. بس بعده مرافقنا العنف المعنوي، العنف اللفظي، بعده مرافقنا. هلا بالنسبه لي ليش بعد ما تركت، اول شيء بدي اقول بس شغله، انه كفا ما بتقلنا شو لازم نعمل، يعني نحن منا بيطلع القرار. وبعدني لانه اول شيء كنت خايفه اترك الاولاد بعد في عندي تحت السن، والقانون ما بيحميني وما فيني ليله يكون بلاهم. وثاني شيء قبل ما بلش مظبوط انا اشتغل وطلع مصاري، هو بيعرف كثير منيح، بيقول لي فلي رح يطلع لك 200,000. يعني انا شو بدي اعمل؟ كيف بدي ربي الاولاد؟ كيف بدي اعيش؟ كيف بدي استاجر بيت؟ ما بقدر. مشان هيك اجلت شوي الخطوه، بس اكيد عندي هدف قدامي انه انا بدي اوصل لمطرح واخلص من هذا كله. لو كان يعني ما كنت عم تقدمي على اي عمل لانه القانون مش لجانبك، ومثل ما كنا عم نقول القانون كمان بيخلي انه هالرجل يكون عنده كمان ثقه وقوه انه يزيد العنف يلي هو عم يمارسه، ولكن لو كان القانون او هلا لو القانون بيصير لجانبك كنت بتتصرفي بغير طريقه؟ اكيد، لانه انا عندي اولاد عم يكبروا على العنف، وكلنا بنعرف انه ما في ولد بيربى على عنف وبيطلع مثل ما لازم يكون نفسيته، وحتى ما رح يكون عنصر فعال مثل ما لازم. يعني انا هلا بعرف كثير منيح انه انا شوي بس لتحسن حالتي الماديه اكثر، كلنا بعد لازم نكفي عند بسيكولوج، لانه هن رح يرجعوا يعملوا حياه جديده ويكونوا بالمجتمع تما يكونوا غلط لما ياثر العنف عليهم. يعني اكيد كنت بفلة وكان القانون حدي، كنا ما عشنا مقهورين مثل ما نحن هلأ.
أنا بحيي جرأتك ووجودك معنا اليوم وصراحتك، وبحيي يعني هالأم يلي يعني هدفها أنه أولادها ما يكونوا معنا فيه بالوقت اللي هي عم تتعنف جسديا ومعنويا ونفسيا. شكرا لوجودك معنا. رح أرجع أنت اللي عندك مايا، شو السر بهالمرأة يلي بتفكر بأولادها قبل كل شيء، وليش الرجل ما بيقدر يفكر بأولاده قبل كل شيء؟ وهون ضروري كتير أنه ما نكون عم نجمل الرجال، لأنه هون بيكون ظلم كبير وخطأ فظيع تاني. يعني يعني هلا ما في سبب واحد، بس علاقه الام بولادها علاقه يعني تاريخيه، بلاسنتا بضل عايش كل الوقت. بس الرجل يعني اذا بمحل طمن باله انه المراه رح تضل موجوده بالبيت والاولاد بامان، ما رح كثير يعمل استثمار زايد او جهد. اذا الرجل يلي هو عنيف القانون عم بيساعده، ولكن الرجل اللي مش عنيف يعني ما، ولكن المراه كمان فيها تكون عنيفه. وهون كنا عم نحكي قبل شوي مع زميلي لالي كمان انه القانون يعني هدفه انه ما يكون في عنف ضد الاناث من اي شخص، ان كان رجل او امراه. صح، لانه بالبيت مرات امياتنا بيربونا على هالافكار، يعني مش انه بس انه الزوج، يعني ممكن الاب او الاخ مثلا يعتبر انه هو بده يضغط، بده يحمي اخته، فبيضغط عليها انه ممنوع تحكي مع هيدا، ممنوع تظهري هلا. يعني ممكن العنف يجي من كذا مصدر، مش بس من الرجل، لانه مثل ما قلت الثقافة الذكورية نحن كلنا بنتشربها. بس محل يعني هلا هيك كثير بنسمع موضوع انه بهالايام النساء عم بيعنفوا الرجال والى اخره، هو بحسه كلام كثير ظالم، وكثير منه منطلق من اي واقع، لانه بالاخير العنف اللي عم نحكي عنه هو عنف مجتمعي وعنف نظام كامل. يعني وقلها بال2010، بين 2010 و2011، ليش في كان في امراه كل شهر عم بتموت من وراء العنف؟ رح نتابع نحن خلال برنامجنا هالموضوع. انا بس بشوف بقدر ارجع عند مدام بعد عندك شيء تزيديه، بتصور عندك رساله للنواب بالنسبه للقانون، تفضلي. انا بدي اقول للنواب، لما بتبلش انتخابات انا عم كون شريكه مع الرجل، يعني حضرتك عم توصل بصوتي، ولازم توصل صوتي انه انا بحاجه لقانون يحميني. حضرتكم بدكم وطن، والوطن ما بينبنى الا بالشباب والصبايا. لا اقدر انا ربي وطلع اولادي يكونوا عنصر فعال، بدك تحميني وتعطيني قانون يحميني ويحميهم. شكرا لك، شكرا لك مايا، شكرا لكفا كمان. وهذا الرقم كفا على الهواء، هذا هوت لاين بيقدروا يتصلوا. نعم، هذا الخط الساخن بضل 24/7. شكرا لكم، رح نتابع نحن بهالموضوع ببرنامجنا، واهلا وسهلا فيكم. وقفه ونرجع نتابع.